استشهد مواطنان وأصيب خمسة بقصف طيران العدوان السعودي منطقة بيحان في محافظة شبوة. الطيران السعودي استهدف سيارتين بالقرب من مدخل مدينة العليا مركز مديرية بيحان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وجرح خمسة من أبناء المديرية كانوا في محيط القصف. أوضحت مصادر أن الطائرات السعودية لا تزال تحلق بكثافة في سماء مدينة عتق ومديريات شبوة.